السلام عليكم في حلقة جديدة لتحدي خصم جديد. بإذن الله في هذه الحلقة بنسوي أحد تحديات خصم اللي كتبتوها في الحلقة السابقة، وأتمنى تستمتعون في الحلقة وخلونا نبدأ. أوكي، هذول كل التحديات الموجودين عندي. فعليا كل التحديات حاليا الموجودين هم من المقطع السابق، إلا تحدي واحد من المقطع الأول. أعتقد المقطع الأول للتحدي خصم. أهم شيء يعطيكم العافية على التحديات، فعليا انقذتوني. وبس خلونا نشوف وش التحدي اللي بيجي لنا ونقسمه، واتمنى تستمتعون مهما كان التحدي يعني. واذا عندكم تحدي مثل ما قلت كتبوا تحت. حلو، جاء تحدي من تحديات المقطع السابق اللي هو رسم شخصية كاملة باللون الأخضر. يعني أنا ما قد فعليا رسمت رسمة كاملة بلون واحد بس، لكن بحاول، هذا بتكون أول تجربة لي، واتمنى تستمتعون في الحلقة وخلونا. اوكي، قبل ما ابدا، بما ان التحدي اللي طلع لي هو يعتمد على طريقه التلوين ما يعتمد على رسم الشخصيه، فباخذ تحدي ثاني وادمج الفكرتين مع بعض. فبسم الله ناخذ واحد منهم، رسم بنت بشكل فايكنج. اوكي، بحاول اني ادمج الفكرتين، مع ان الفايكنج غالبا ما هو مرتبط لونهم باللون الاخضر، لكن بحاول اني ادمج ما بين الفكرتين، واتمنى تستمتعون في الرسمه، او اتمنى تكون رسمه جميله يعني. قبل ما نبدأ رسم أبي أنوه على شيئين. أول شيء أني بسحب على جزئية التصميم بحيث أن أبدأ على طول على جزئية الرسمة الكاملة، والتنويه الثاني أن بخلي اللوحة طولية على عكس اللوحات اللي قبل تكون بالعرض مثل شاشة اللابتوب. وبس أتمنى تستمتعون في الرسمة ونبدأ التصميم الآن. أوكي، نبدأ رسمة الآن. وفعليا رسمة لوضعية الشخصية بتكون غالبا هنا، بتكون جسمها ممكن، وانا بحاول اني ارسم خلفية غالبا اما تكون في بحر ولا في شبه غابة، ما هي غابة، جزيرة ممكن. وبس هذا الان ببدأ الان، بنخلي الشخصية تطالع فوق كما لو كان في شيء نازل عليها، نقول هجمة ولا شيء من السماء. هم الشخصية بتكون بنت على حسب التعليق. اعتقد اني ببدا رسمه ثانيه، ما عجبتني هذه، فالرسمه الثانيه بتكون باذن الله احسن من هذه، بس بتكون الفكره نفسها يعني. هم ببدا على طول مع الملابس في هذا رسمه، على عكس هذيك بادي في الجسم. نقول انه لابسه صوف، وغالبا مغطي كتف واحد من اكتافها بس. هم قاعد طالعه في السماء نفس الرسمه اللي قبل، بس على عكس هذه، على عكس اللي قبل بتكون هذه ما هي ماسكه سيف. ممكن نحتاج نميل يدها الثانية، نميلها شوي عشان تكون أكثر منطقية، وغالبا بتكون لابس هذا الشيء اللي في يدها، نكون من تحت وشوي من فوق في صوف. هم جسمها بيكون مختلف عن التصميم الأول أو الرسم الأولى، بحيث تكون معضل أو يدها معضلة شوي، بس مش هذه العضلات العشوائية في كذا. زين أعتقد. اوكي، الان بننتقل للملابس. وفعليا للان حيران كيف بيكون شكل ملابسها بالضبط، يعني ما ودي انا اقتبس اقتباس كامل من الرفرنسات الموجوده، لكن بحاول انه يكون تصميمها جميل يعني اللبس. نعدي على يدها، شكلها عجيب. نخلي حواجبها شوي كثيفه، اعتقد بتكون لايق بالنسبه لتصميمها بما انها فايكنج. هم ممكن نخلي ابتسامتها كبيرة شوي، بس مش هذا الكبر اكيد، بس تكون مميزة ودي. اوكي، ما بقى من وجهها الا عينها ممكن حاليا، واذنها نعدل مكانها شوي. هم نخلي يدها الثانية هنا كما انها لو ماسكة سيف او تستعد ان تستل السيف. اعتقد كذا بقى شوي اخلص، ممكن بس بقى اني اقسم السيف، ممكن اعدل بعد شوي في الوضعية شويتين، لكن حاليا بالنسبة لي النتيجة جميلة. نقول اوكي، نقول ماسك مقبض السيف كذا، هم المقبض يمكننا طويل، وهم السيف من هذا، هذا الشيء اللي تحت في السيف هذا اللي هنا جزئية طالع لي انه سميك يكون عند الفايكنج العادة. حاليا ممكن اكبر تحدي كيف لو بلون انا شخصية الان كامل باللون الاخضر، كيف اخليك تميز ما بين الصوف ولون شعرها بالضبط، هذا اللي بحاول اني اسويه. و
وبس بكذا يكون انتهيت من السكتش حاليا للشخصية. فعليا باين رسمة شبه فوضوية، لكن بإذن الله وقت اللي حط الألوان بتكون بشكل أوضح، حتى لو كانت الألوان ممكن لون واحد اللي هو اللون الأخضر اللي لازم نستخدمه بالنسبة للتحدي الأول اللي طلع لنا، لكن بإذن الله بحاول أخليها مرتبة. ونشوفكم بعد جزئية وضع الألوان الأساسية، وغالبا بسوي لها سكيب هذه الجزئية لأنها مملة. وبس سلام. ناخذ من الأزرق ونخلط مع شوية أخضر، بس شوية، نخلي اللون الأخضر مع لحسة خفيفة، عارف. دحين نبدأ في اللوحة من تحت. بسم الله. جبت أم لي وربي جماعة حرقت من ذا الشعر. اوكي خلصت تلوين هذه الشخصية او وضع الالوان الاساسية لها، وانا قاعد اشتغل عليها فعليا كنت اشتغل على شيء ثاني، كان ودي خليكم تشوفون الاسبوع الجاي مع الحلقة الجاية، بس غالبا الحلقة الجاية بتطول، قلت خليكم تشوفونه بما اني خلصت قبل ما اخلص المقطع، الا وهو تصميم شخصية جديدة. فعليا انا مصمم 3 شخصيات اللي تطلع لكم في القناة، وهذا التصميم الاخير لهم، وهم مختلف شوي عن التصاميم اللي قبل خاصة في الشكل. وبس ودي خليكم تشوفونه يعني اذا احد مهتم يعني. اوكي خليكم تشوفونه، الا وهو هذا. بعدين تصميم طبيعي خليته على عكس التصاميم اللي قبل، وبس ما عندي اي شيء ثاني. سلفتي سيئة، اوكي نعديها. اوكي الان بنبدا تلوين الاجزاء، وغالبا ما بحاول اتعمق كثير. اوكي بعد ما حددنا شكل الشعر لو نبدا تلوينه، وغالبا بيكون شيء معقد خاصه اني عقدت شكله هنا، لكن بحاول اني الونه بحيث ان شكل باين يكون او شكل واضح وياكم يكون. اوكي كذا انتهيت من التلوين، لكن ممكن احتاج اضيف ملتي بلاي لاير عشان احسن التلوين شويتين. اوكي كذا اعتقد اني خلصت تلوينه بالكامل لان الشعر، بعدين شكله طلع جميل وواضح كيف بيكون شكله، يعني كيف بيكون شكله واضح اني شكله حاليا. والان ممكن ننتقل لشيء ثاني، ممكن اللبس. ممكن بما اني غالبا ما اتكلم وقت ما الون، فودي لو انتم عندكم اي سؤال اي استفسار ممكن تكتبونه وانا اجاوب لكم في هذه الفقره مثلا وانا الون، بكذا يعني ممكن ازيد الوقت لكم. اوكي يبدو لي ان تلوين الصوف اصعب بزياده مما توقعت يعني. اوكي اعتقد كذا احسن، صوف شكله افضل، بس ممكن اعدل في الالوان شوي واضيف ملتي بلاي لاير يخليه احسن بكثير. فاول ما اخلص انتقل الجزئية الثانية معكم. اوكي بكذا اعتقد اني خلصت الصوف بالكامل كل اجزاء الجسم، ممكن الان ننتقل لباقي اللبس، وننتقل بعدها لرسم الخلفيات، فنشوفكم بعدها. اوكي بكذا خلصت الملابس كلها، والان ما بقت لي الا البشرة، وباذن الله بخلصها بسرعة عادي، فبسم الله نبدا. اوكي بكذا اكون خلصت تلوين الشخصية بالكامل، حاليا ما اشوف اي اخطاء فيها، بس ممكن وقت اللي اقسم الخلفية القى اخطاء فاعدل في ذاك الوقت. وبس الان ننتقل للخلفية. اوكي بعد ما خلصت تلوين الشخصية الان بنقسم الخلفية، وفعليا الخلفية ما لها شكل واضح في بالي حاليا، الا ممكن تكون انها هي في جزيرة ممكن، وغالبا بلون كل الخلفيه بلون واحد بما ان شخصيه بلون واحد عشان تكون متناسقه يعني. وبس الان احاول اقسمها واجيكم بعد ما اخلص، فنشوفكم بعدين. اوكي اعتقد بكذا خلصت الخلفيه، وفعليا خليت الخلفيه ذو طابع شنو قتالي، بحيث يكون يمها عدة حلفاء من الفايكنج، سفن فايكنج يمها، ممكن الوحيدة الواضحة بزيادة هي اللي هنا،
وهم هي على سفينة وفي شخص يمها يجدف اللي هو هنا بس ما هو واضح، قاعدين يقتلون جهة ما أو شخص ما، وبتوضح لك أكثر وبتلونها. فننتقل للتلوين، غالب بسوي لهذه الجزئية سكيب وبس، ما عندي شيء ثاني. وبس بكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أن غصبا نوعت على أجابكم، وحاب أشكر كل اللي كتبوا تحدياتهم في المقطع السابق، وبإذن الله اللي مسوي التحدية في هذا المقطع نسوي المقاطع الجاية. وإذا عندك تحديات زيادة لي اكتبهم تحت لي في الكومنتات. نشوفكم في مقاطع جاية. سلام.